المقطع وفيه متظاهر مسيب ينتقدون أداء حكومة عادل عبد المهدي ويصفون وعوده بالكاذبة. لأن الحصة هاي التموينية الحصة اللي أشهر بس الثمن المعفن، لا زيت 4 أشهر، لا زيت لا شكر، هذا مو ظلم يعني؟ نروح ناخذ سيارة ب5000، والله ماكو زيت ماكو شكر بس الثمن المعفن، بعد وين الحكومة؟ العالم عطالة بطالة، والله يا عم حرام عليهم، والله يا عم ما نقدر ننام من الجوع، هاي سايبة العالم ليش؟ عرباي دفي حصل ربع دينار ادف دينار، وين يوديهن؟ مو حرام عليهم عمي؟ كافي كافي يعني مظاهرات مظاهرات يوميه، ديروا بالكم علينا شويه. شرد احكي يعني ساني شاب ابسط حقوقي مفقوده، شاب تفكك الاسر سبب الحكومه، لا حد يقول لي ليش، شاب من ما عنده لا تعيين لا وظيفه لا عمل، من يروح يبوق ويروح يزني حشد سامع ويروح يسرق ويروح كل شيء يسوي، انا بالنسبه لي ما لومه، اذا الحكومه تلومه انا ما لومه، لان اطيل حق ذا برقبته عائله وبرقبته شلون يعيشون بس ردفتهم. شغل ماكو، هسه تفتح مصالح تباوع على السوق 90% موظفين، السوق 10% تباوع عليه يعني ماكو شغل، شغل ماكو يعني شو تريد تشتغل؟ شغل ماكو. عم احنا نظل نطلع بالظاهر، حكومه فاسده. يعني هسه بنضرب بنيادي حديد شنو محمد عكلاي هو يوم ويا جانا رئيس الوزراء كذب علينا اضرب بنيادي حديد، قالوا وش سووا؟ وين الفاسدين؟ عمي حكومه فاسده، حكومه محليه فاسده، كلهم فاسدين، شنو سووا؟ شنو سووا؟ 2003 لحد الان بس فساد، لا تعيين، لا شغل، نبسه فوق قلت لك بنجلاديش جايبين لك 10000 واحد بنجلاديش، هاي كلها خراب الاقتصاد، شنو يعني وشنو سووا؟ شنو سووا؟ من 2003 اعطونا 1% سووا، شنو انجازاتهم؟ حكومه فاسده، حكومه اصلا مو عراقيه، ماكو واحد عنده حصن وطني، كلهم ناس مرتزقه، جو على الدبابات وصاروا براسنا هسه السياسيين المضطهدين، والناس الشهداء وضحت في سبيل الوطن داست بالرجل.